شغل الريكورد. ماشي شغل. ماشي زي ما كان. ازي حضرتك يا دكتور لو سمحت؟ نعم اتفضل. حضرتك انا كان معادي الفترة الأولى والثانية الصبح بس مفيش أنا ما مشكلة لحقت. أي وقت. أيوة مفيش مشكلة مفيش مشكلة. شكرا يا دكتور. نعم. طب يا دكتور بعد إذنك، لا بس كان في مشكلة عندي ومش مش عارف أحلها، يعني اللي هو طب اللي... نعم بقول سريعا يلا. ماشي يا دكتور. المحاضرة اللي فاتت دكتور كان دكتور هيثم عمل محاضرة وإحنا ما كناش نعرف الميعاد وكده و... لا خلاص بص معلش معلش حاجة ما تخصنيش معلش. طب هو ده بالنسبة مع الدكتور للغياب هيثم. حضرتك مع مين؟ مع طب الدكتور بالنسبة هيثم. لغيابنا مع ما دكتورنا لو في هيثم. مشكلة مع الدكتور هيثم يبقى تتكلم مع الدكتور هيثم نفسه. طيب شكرا دكتور، انا المحاضرة فاتت الصبح يا دكتور، ما عرفتش احضر الصبح، ما احضر فيش دلوقتي. مشكلة أي وقت ما فيش مشكلة. ولو ما حضرتش خالص ما فيش مشكلة. ماشي ماشي. ماشي. طيب الجزء بتاع النهاردة ده مش هقول استكمال، مراجعة لجزء انت اخدته في السيركتس. مش مهم بقى اخدته امتى، نرجع نعيد عليه تاني. حد عارف الفرق ما بين كلمة فيز وكلمة لاين؟ يعني ببساطة كده لو انت بصيت لأي كابل، بص كده في العمارة في الشقة بتاعتك في الدور بتاعك، هتلاقي قبل ما يدخل على العداد عندك هتلاقي الكابل فيه كام طرف؟ هتلاقي تقريبا في 4، وفي كابلات بيبقى فيها 5. 5 دي مش في مصر عامة يعني. دكتور أيوه دكتور، هو هو بس الباور بوينت ظاهر او اه البي دي صح اف ظاهر؟ اه اه الباوربوينت ساعات ظاهر. ظاهر مش عارف يعني. ممكن تنزله من الملفات وتفتحه لوحدك يعني مع نفسك. تمام يا دكتور ماشي. فاحنا لو جينا بصينا هنلاقي الكابل عندك A B C اللي هما الثلاث فازات A B C. نيوترال، جراوند احنا قلنا مش موجود غالبا يعني في مصر، مش هتلاقيه غير في الاماكن الحساسة قوي. فاذا عندي A B C نيوترال. طيب انت لما جيت تاخد للكهرباء للبيت للشقة بتاعتك اخدت ايه؟ اخدت اي فازة A او B او C، خدت واحدة منهم مع النيوترال ده ال 220 فولت. طب لو واحد فيكم جايب تكييف اللي هو 3 فيز مش السنجل، 3 فيز بيعمل ايه؟ بياخد كله على بعضه اللي هو ال A B C N. لو تلاحظ ان احنا بنقول 3 فيز الفولت 380، ده اسمه اللاين. يبقى كلمة لاين فولتج معناها بقيس الفولت ما بين فازة والتانية، يعني ما بين ال A وال B أو ال B وال C أو ال C وال A، ده بنسميه لاين فولتج اللي هو 380 فولت. يبقى اللاين فولتج انا بتكلم على الدارج عندنا دلوقتي 380 فولت، والفيز فولتج. طب الفيز بين ايه وايه؟ ما بين اي فازه، يعني ما بين الاي والان او البي والان او السي والان، ده ال 220. لو بصينا بصه ما بين ال 220 وال 380، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ هتلاقي لو انت ضربت ال 220 في جذر 3 هتساوي تقريبا ال 380 فولت، او لو قسمت ال 380 على الجذر 3 جبت ال 220. يبقى العلاقه ما بين اللاين والفيز الفي لاين، هتلاقي العلاقه دي اللي انا عاملها لك في الصفحه، في لاين بيساوي في فيز جذر 3 في فيز والانجل 30 درجه. سيبك من حته الانجل دلوقتي، يبقى اللاين جذر 3 الفيز. زي ما قلت لك الفيز لو 220 اضربه في جذر 3 يبقى اللاين 380 فولت. طب لو انت عايز استنتاج للعلاقه دي وجات منين، ده حاجه ليك يعني، اللي عايزها عايزها مش عايزها مش مهم ما تسمعش. انا عاملها لك اثبات بالرسم، ده اسهل من المعادلات. لو عايز اثباتها رياضي سهل. الفي لاين اللي هو في اي في اي بي اللي هو في اي ناقص في بي. طبعا انتوا فاكرين الفي اي اللي هي الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي، والفي بي في ماكسيمم ساين اوميجا تي ماينس 120 درجه، وتبدا تفكها بالعلاقات الرياضيه اللي هي الجا الف زائد او ناقص ب جا جتا جتا جا، او طبعا عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه في الرياضه، وتعوض في العلاقات يطلع لك في الاخر ان الفي لاين جذر 3 الفي فيز انجل 30.
طبعا احنا نسينا الماس، فنقدر نعملها بشكل بسيط جدا. لو انت بصيت ال VA VB VC هتلاقيهم شيفتد ب 120 درجة، VA VB VC اللي هما بيمثلوا V phase. طب انا لو عايز اجيب ال V line اللي هو ال VAB VA ناقص VB، طب ده عندي ال VB هتلاقيني خدت الناحية التانية ناقص VB، يبقى لو جمعت الناقص VB مع ال VA يديك ال V line. طبعا انت عارف جمع متجهين بجيب القطر بتاعهم هو المحصلة، يبقى القطر بيمثل ال V line زي ما قلت لك. عايز تعرفها اعرفها، مش عايز مش مهم. لو بصيت في الشكل ده هتلاقي ان اللاين شيفتد عن الفيز بزاوية 30 درجة، واللاين لو جيت حسبته هتلاقي جذر 3 من الفيز. يعني يا حاجة للي عايز رياضي ماشي، عايز ده ماشي يعرف العلاقة دي جت منين، مش عايز مفيش مشكلة. يبقى اللاين جذر 3 الفيز انجل 30. طب ده معناه ايه؟ معناه ان لو احنا شغالين خدنا الفيز انجل 0 يبقى اللاين انجل 30، لو خدت الفيز انجل 10 يبقى اللاين انجل 40، خدت الفيز 50 يبقى اللاين 80، يبقى اللاين بلس 30 درجة. طيب ماشي، كلمة فيز بمعنى تاني ده تظهر لي لو انت موصل ستار. كلمة ستار يعني فيز. طبعا طلعنا المعمل هتلاقي الموتور يقول لك يلا نوصله ستار او دلتا. ستار بص لي كده، هتلاقي متجمعين الاطراف، اطراف عندي في الان ده النيوترال، فالشكل اللي هو ستار انا بقيس الفولت ما بين الاي والان او البي والان او السي والان، في ما بين الاي والان اللي هي في اي او في بي او في سي، ده اللي احنا قلنا عليه المية الكامل 220 فولت. اما لو انت شغال لاين او دلتا بتقيس الفولت ما بين الاي والبي او البي والسي او السي والاي، ده الفي لاين اللي احنا قلنا 380 فولت. يبقى النظري بتاعي هو العلاقة بس، يعني هقول لك هات لي الريليشن ما بين الفيز واللاين فولتج، يبقى الفي لاين جذر 3 الفيز والانجل 30. تيجي نشوف كده مسألة بسيطة جدا جدا جدا، ودي بتيجي دي هدية ليكم في الامتحان، سواء امتحان الميد تيرم لو جت او امتحان الفاينل، ده بتبقى هدية درجاتها طبعا يعني بتيجي زي ما هي كده تغيير ارقام. فبيقول لي هنا for a three phase، for a three phase 380 فولت. اي فولت بديهولك في المساله دوت لاين فولتج، تستفيد منه ايه على طول؟ لو انت هتحل المساله ستار او دلتا، لاحظ كده في الدلتا كاتب لك الفي لاين هو مديها لي بكام؟ 380، قمت حاطط لها زاويه 30 باعتبار ان الفيز هحط له زاويه 0. يبقى لو الفيز زاويته 0 اللاين زاويته كام؟ 30 درجه. عايز تغير بمزاجك، عايز تخلي لي الفيز زاويته 10 يبقى اللاين تحط 40. بس هو اصطلاحا اصطلحنا كلنا نخلي الديفولت بتاعنا الفيز انجل 0 اللاين زاويه 30. يبقى بص هو اداك اللاين كام؟ 380، قمت كاتب في الدلتا الفي لاين 380 زاويه 30. طب لو عايز اعرف الفيز كام؟ اقسم ال 380 على جذر 3 اللي هي ال 220 انجل 0. طبعا لو جيت الحسابات بالظبط، لو قسمت 380 على جذر 3 بتطلع 219 تقريبا، اللي احنا بنقول تقريبا 220 فولت. يبقى الرقم اللي انا بديهولك فوق اللي هو اللاين فولتج ده مباشره، لو انت شغال ستار بتقسم على جذر 3 وانجل 0، لو انت شغال دلتا بتاخده زي ما هو والانجل بتاعتك 30 درجه. بصوا اول حاجه استفدت من الفولت اللي هو مديهولي ان انا طلعت الفي فيز والفي لاين، وده اهم حاجه عندي في المساله. طيب مالهم؟ كونكتد تو ساعات يقول لك كونكتد، يا اما حلها لي ستار او دلتا، يعني ممكن يقول لك كونكتد ستار كونكتد او دلتا كونكتد، يعني معناها عايز احلها ستار او دلتا. واحد هيقول لي طب انا لو اتلخبطت في الامتحان
نسيت الستار او الدلتا، مين انا هقسم على جذر 3 ولا لا؟ اعمل الاثنين وما فيش مشكله. لو انا طالب، الطالب تحل المساله ستار وانت حليت الاثنين مع بعض ما فيش مشكله، طالب دلتا وانت حليت الاثنين ما فيش مشكله، هعلم لك على الصح. تمام، يبقى كده ما فيش لخبطه. كونكتد تو 3 اوم ريزيستنس، بص الفرع بتاع الدلتا او الستار المقاومه اللي فيه 3 اوم ريزيستنس. طب والرياكتنس مديها لي 4 اوم. شغل السيركتس البسيط قوي. لو انا مديك ريزيستنس ورياكتنس، الامبيدنس تحسبها ازاي؟ الزد، الزد بتساوي ار زائد جي اكس 3 بلس جي 4. طب تجيب قيمتها ازاي؟ ببولر، يبقى الجذر التربيعي ل 3 تربيع زائد 4 تربيع يطلع 5. طب والانجل تان ماينس 1 4 على 3، وانت بالكالكوليتر بتطلع لك على طول، مش محتاج تعمل كده. يبقى طلعت لي 5 وانجل سيتا زي ما تطلع. بص بقى هو طالب مني ايه؟ تقدر تحسب لي الكرنت ان ايتش برانش، عايز الكرنت في كل برانش، وعايز التوتال باور. تعال نشوف كده، لو انا بحل ستار، احنا طلعنا الفي فيز 380 على جذر 3 وانجل 0 220 انجل 0. طب ازاي تجيب التيار في كل برانش؟ الاي اي والاي بي والاي سي. اي اي هيبقى في اي على زد، الفي على زد، الفي 220 انجل 0 والزد 5 انجل سيتا اللي انت طلعتها، هتقسم 220 على 5 طلع 44 وانجل 0 ناقص سيتا يطلع لي سالب سيتا. طب لو عايز التيار اللي بعده يبقى 44 وانجل نفس الانجل بس ناقص 120. طب التيار اللي بعده 44 نفس الانجل بس ناقص 240 او زائد 120. الكلام ده كله بسيط جدا وانتوا اخدتوه في السيركت، سيركت 1. طب لو عايز التوتال باور في حاله الستار 3 اي سكوير في ار. ليه 3؟ 3 لان دوت 3 فيز. اي سكوير في ار، اوعى تكتب زد، احنا بنحسب الباور، يبقى بضرب في 3 اي سكوير في ار. طب لو عايز احل المساله بتاعتي دلتا، احنا قلنا الفي لاين 380 انجل 30. طب لو عايز الاي اي بي يبقى في اي بي على زد، الفي اللي طلعت 380 انجل 30 على الزد اللي هي 5 انجل سي. طلعت لك 76 وانجل 30 ناقص سي. طب لو عايز التيار اللي بعده نفس الانجل بس ناقص 120، اللي بعده نفس الانجل بس ناقص 240 او زائد 120. طب التوتال باور في حاله الدلتا 3 اي سكوير في ار، 3 اي سكوير في ار. المساله دي لما بتيجي في امتحان الفاينل هقول لك حلها لي دلتا وحلها ستار، انا عايز الاثنين. رقم 2 كومبير between the results او between الدلتا والستار، تعرف تفرق لي تقارن ما بين الدلتا والستار؟ هي كلمه مقارنه معناها ايه الفرق طيب ما بين الدلتا والستار؟ ده كسؤال نظري. لو بصيت في الكرنت في حاله الستار هنا كان كام؟ 44 امبير. طب في حاله الدلتا 76 امبير، اذا الدلتا بتسحب تيار اكبر. لو بصيت للباور في حاله الستار 3 في ال 44 تربيع في الار اللي هي 3، في حاله الدلتا 3 في 76 تربيع، يبقى الدلتا في حاله الباور اكبر بكتير من الدلتا في حاله الستار. طب واحد يقول لي ماشي، يعني طب كواقع عملي لو انت في المعمل مشغل التجربه بتاعتك ستار، هتلاقي ان الموتور صوته هادي، اول ما تبدا تقلبه الدلتا صوته بدا يعلى لان التيار بدا يسحب تيار اعلى والباور اعلى. طب كناحيه تطبيقيه، افرض ان انت عندك مكنه معينه محتاجه في الاول عزم عالي قوي، باور عاليه قوي، على ما تلف وبعد كده تبدا تشتغل، فانا ممكن اعمل ايه؟ اوصلها في الاول دلتا، اديلها العزم العالي وبعدين ابدا احولها ستار. بشبهها بالعربيه بالظبط، يعني العربيه ليه بتديها الاولاني في الاول؟ انت في الاول محتاج السرعه العاليه قوي ولا محتاج الاول ان انا اقومها باور عاليه؟ فانت محتاج تديها عزم اللي هو بتديها الاولاني، متى ما العربيه مشيت خلاص تبدا بعد كده
السرعات العادية. طيب يبقى أنا لو المكن محتاج عزم عالي بديله دلتا، محتاج سرعة بس وبسيطة وما يسحبش كارنت عالي يبقى ستار. ديت ببساطة. حد ليه أي تعليق عن المسألة؟ مش عارف، دي الهدية اللي جاية لك، دي أنا بقول لك هدية جاية لك زي ما هي، أرقام، هيبقى تغيير أرقام بس. تمام؟ في أي مشكلة؟ تمام يا دكتور. حد حاسس إنها جديدة؟ أو بتسمعها لأول مرة؟ ده سهل. تمام يا دكتور. طب تمام. هو المفترض كنا نكمل النهاردة بجزئية، بس علشان أديلك منها جزئية ونبدأ نكملها تاني، أنا عارف إنها هتتنسي، وزميلتنا بتقول عندنا امتحانات، وزميلنا ميد تيرم، وعامة المحتوى أنا يعني اختصرته، فكان في جزء كده كبير فشلت الحاجات اللي هي اللي ملهاش أي لازمة، وهنخلي لك الجزء اللي هو المهم قوي. كلمة مهم، مهم بالمعنى الحرفي، يعني لو حضرتك ان شاء الله بعد ما تتخرج وشغال في اي مكان، او مش عايز تشتغل في مجال تبع نقول في شركه او في مصنع او تحت، نقول تحت اداره اي حد، وعايز تشتغل لوحدك، تقدر تشتغل في المجال ده، مجال واعد ومجال كبزنس يعتبر عالي قوي، والتكلفه البدائيه بتاعته بسيطه، اللي هو مجال السولار سيستمز، الانظمه الشمسيه. حد يسمع عنه؟ طبعا يا دكتور. لا، كلمة مش سماع بس، سماع وشاف، مزارع مثلا شافها، الناس اللي عندهم أراضي في الصحراء أو مزارع ومشغلينها بيحفروا الآبار بالطاقة الشمسية. ايوه يا دكتور، بنشوفه واحنا مسافرين، بنشوف اي حته. ماشي. لا انا بتكلم، بص، شاف كلمة شافها لمسها يعني في بيته. طب اللي عايز بقى يشتغل في المجال ده، فانا هبدأ افصل لك المجال ده، اديك المعلومات اللي هي الحاجات الخطوط اللي هي الرئيسيه، بحيث بعد كده عايز داتا اكتر اتفضل واشتغل في السوق، يعني تقدر تخش. طب في ناس اشتغلوا، في ناس كانوا زمايلكم كده من سنتين وبدأ يشتغل، واحد اشتغل في هو زمايلكم ولسه موجودين معاكم، واحد اشتغل في الغردقه مع مستثمر، خد القريه السياحيه وقال له لا انا عايز احولها لك، يعني خد كلام البسيط اللي كنا بنتكلم، حكاية المستثمر هناك، الراجل اقتنع بكلامه قال له طب تعالى خد القرية دي، بدأ يشتغل هو طالب زيكم. التاني برضو معاكم زميلكم، بس ده اللي خد شهرة أكتر، محمد علي ده برضو اشتغل الأول مع ناس ودلوقتي بيحاول، أهو شغال في شغل بيزنس خاص بيه. المجال فعلا مجال ممتاز جدا جدا جدا، وكفلوس فلوسه عالي. طيب ايه المجال اللي هو بتاع الطاقة الشمسية، بغض النظر عن المكونات بتاعته اللي هي السولار بانلز والانفرتر والحاجات دي، هو احنا بنقسمهم لثلاث حاجات. الحاجة المشهورة هنا في مصر، الثلاث حاجات دول جريد كونكتد، انا هبكلم نظري والكلام ده هناخده بالتفصيل. جريد كونكتد يعني كل الانتاج اللي انا هاخده من المحطة اللي انا هعملها جريد كونكتد، ابدأ ابيعها لشركة الكهرباء، احطها في شبكة الكهرباء، ما باخدش منها حاجه. طب افرض ان انت دلوقتي في مزرعه في الصحراء، مفيش شبكه كهرباء قريبه منك تشتري منك الكهرباء دي، يبقى في حاجه تانية، يبقى انا عندي جريد كونكتد، في حاجه تانية اسمها اوف جريد. اوف جريد خلاص مفيش شبكه عندي، يبقى الانتاج اللي طالع محتاج كله اوظفه عندي انا، ده ليه شغل تاني، بندخل بقى بطاريات علشان بالليل مفيش شمس نبدا نخزن الطاقه الزياده في البطاريات. الجزء الثالث هايبريد، وده هنبقى نتكلم يعني ما نبقى ندخل عليه. طب الجريد كونكتد ده افضل واحد لو انت عندك بيت او عندك شبكه، كلمه شبكه كهرباء عندك يعني في عمود كهرباء او كابل كهرباء تحت بيتك، وده طبعا كلنا عندنا الحاجه دي. ببساطه بتيجي فوق السطح بتاعك وتبدا تعمل خليه شمسيه، حاجه محطه صغيره. طبعا كل ما يكون معاك فلوس ده استثمار، الاستثمار في الطاقة الشمسية، لو انت هتعمل حاجة فوق سطح البيت عندك، بنقول لك في خلال من 5 سنين ل7 سنين بتسترد فلوسك بفوائدها بأجرة التشغيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت معاك 100,000 جنيه، بتقول والله 100,000 جنيه لو انا حطيتها في بنك، الفايدة بتاعت البنك كام؟ 12%.
طب في خلال الخمس سنين او سبع سنين المفروض المية اخدهم كام؟ لا ده كمان زيادة. طب ولو انا شغال المية الف انا بشغلها، مش انا المفروض ليا راتب؟ طب الراتب بتاعي كذا، ضيف ده كله في خلال من خمس لسبع سنين بتكون فلوسك، يا فلوس المحطة بالحاجات دي كلها جات لك، زائد ان المحطة بتقعد من 20 حوالي 25 سنة ما بتحطش فيها حاجة، صيانة بس شوية مية بترشها عليها وخلاص على كده، يبقى 25 سنة اللي هو ما بحطش مفك فيها، ده الضمان بتاعها، بتعمل صيانة بعد كده علشان تمدها 25 سنة تانية، يبقى انت خمس سنين او سبع سنين غطيت التكلفة بتاعتك، والباقي بعد كده ده استثمار ليك. في زمايلكم برضو كانوا اتخرجوا وبس، الكلام ده كان زمان، كان العملية كانت رخيصة، أراضي الاستثمار، خدهم أرض، الأرض طبعا دي خدوها استثماري، فالاستثماري ده بيبقى يعني بيبقى اللي هي الشباب الخريجين بيبقى سعر لا يذكر، اللي هي بالفدان مش عارف بخمسين جنيه قسط في السنة حاجة كده بسيطة، بضمان الأرض جابوا خلايا شمسية وبدأوا يغطوا يعملوا محطة كبيرة ويبدأوا يوزعوا على المصانع، هي طبعا بيبيعوها بيودوها لشركة الكهرباء، وشركة الكهرباء اللي توزع على المصانع، أو ناس طلعت في القرى السياحية في مارينا والحتة دي بدأ برضو يشتري زمان الكلام ده الأراضي اللي هي الرخيصة، يعمل محطة ويبدأ يبيع للقرى السياحية، لأن من فترة صدر قانون إن القرى السياحية مش هتاخد كهرباء زي الناس العادية، لو هتاخد زي الناس العادية هو بيديله نسبة كهرباء وبيقوله النسبة التانية تشتريها، هو طبعا كده كده بياخدها تجاري، تشتريها أو أنت تبدأ تنتج كهرباء علشان يخفف اللود من على الشبكة. فالمجال زي ما اتفقنا أو زي ما قلنا مجال مربح جدا، تقدر تشتغل بجانب الوظيفة بتاعتك لو أنت متمسك بالوظيفة وعايز راتب شهري ماشي، لأن هي مش هتحتاج التواجد الدائم بتاعك، بس لو الشغل بتاعك بدأ يكبر وبدأت تتوزع على يعني عملت شركة صغيرة وتوزع على البيوت والكلام ده طبعا هتعلى معاك قوي، هتحتاج التواجد بتاعك بصفة دايمة. ومعظم الناس اللي بدأوا طبعا كمعلومة، أول محطة طاقة شمسية اتعملت في العالم كانت معمولة في المعادي قبل سنة 1930 تقريبا 28 29 اتعملت في المعادي، فبرضو أول شركات بدأت تتأسس في قانون صدر اللي هو بتاع الكهرباء سنة 2014، القانون ده اتفتح المجال لأي حد يبدأ يشتغل، القانون ده بيلزم وزارة الكهرباء إن أي واحد يعمل محطة عايز تعمل محطة فوق بيتك، إن وزارة الكهرباء ملزمة تيجي تشتري منك الكهرباء، بيركب لك عداد وياخد منك الكهرباء، يعني هو بيعمل العداد اللي عندك في البيت ده العادي، هو بياخد منك الكهرباء كلها على العداد بتاعه، يعني بدل ما انت هو بياخد الكابل ينزله تحت ويوصله بقى في عمود، يوصله زي ما هو عايز في كابينة الكهرباء بره زي ما هو عايز، وانت بتشتري منه الكهرباء. طيب القانون كمان عامل ايه؟ ألزمهم ان هم يشتروا منك مش بالسعر المدعم، بمعنى يعني لو انت مثلا انتجت 500 كيلو حتة محطة صغيرة قوي واستهلكت 500 كيلو، انت استهلكت 500 كيلو بكام؟ ال 500 كيلو هتلاقيهم مثلا الكيلو بيحاسبك عليه المتوسط حوالي 40 قرش، او في اول شريحه مش عارف 35 وبعد كده 40 45 هيحاسبك عليه 40 قرش. طب واللي انت بتبيعه ليهم؟ بتبيعه فوق الجنيه بحوالي جنيه و10 قروش تقريبا، يبقى لذلك هتلاقي نفسك، انا بقول لك لو انت انتجت 500 واستهلكت 500 يبقى في الاخر وفر معاك فلوس، انت في فلوس، وكل ما بتكبر المحطه بتاعتك كل ما العائد الاستثماري بتاعك يبقى اعلى. وانا فاكر كان سنه 2014 اول ما القانون طلع، كان في واحد عنده فيلا في المعادي خد جزء كده وعمل محطه، وده كان اول شيك طلع ليه كان بحوالي 32,000 جنيه، يعني كان طبعا حاجة حلوة في خلال، يبقى بدل ما كهرباء خلاص انت بتدفع الكهرباء بتاعتك اللي هو استهلاكك العادي مثلا 1000 جنيه وجاله 32,000 جنيه، وحاجة انت ما بتدفعش عليها الكهرباء دي بتاعت ربنا يعني. فالجريد، ميزة الجريد كونكتد ان انت الكهرباء هما بياخدوها كلها الانتاج، اما لو انت اوف جريد انت الزيادة بتحطها في بطاريات، فانت محتاج كم بطاريات رهيب. ليه كم بطاريات رهيب؟ حسب الاستهلاك بتاعك،
لو انت الاستهلاك بتاعك عالي قوي مش هتحتاج مجموعة من البطاريات، ودي سعرها عالي، دي بقى المشكلة في الأوف جريد، سعرها عالي. رقم اتنين، عاملة زي عربية البطارية، كل فترة لازم بتغيرها، فده بيعتبر تكلفة زيادة. أما الأون جريد مفيش بطاريات، أنت على طول اللي نازل يلا مع السلامة، وزارة الكهرباء بتاخده هي بتتصرف فيه. فالموضوع هيبقى شيق، يقدر أي واحد فيكم اللي عايز يدخل في المجال دوت كويس جدا يدخل. حد أقول لك والله أنا هديك اللي هي الخطوط الرئيسية، واللي عايز يستزيد ما فيش مشكلة كده، تمام. ده هنبدأ فيها بعد العيد إن شاء الله. دكتور، اتفضل. هو مثلا لو معاه 100,000 ممكن أدخل في المجال ده؟ بس هينضحك عليك، إزاي؟ اقول لك ليه، ما نيجي نتكلم اقول لك ليه. انت كواحد دلوقتي انت ممكن انبهرت بالعرض وبالفلوس اللي هتيجي، بينضحك عليك في المكونات. يعني انا عايز اقول لك، في مثلا شركة ممكن تعمل لك محطة 10 كيلو تقول لك تكلفتها 70,000 جنيه، فانت مش باصص للسبعين، ما انت عارف ان انت هتاخدها. شركة تانية لو انت بصيت في الاسعار دي، ما انت بقى كمهندس لازم المهندس يعني كوست، الشركة دي الحاجات المكونات دي بتتباع المفروض ان ثمنها لا يتعدى 30,000 جنيه، والشركات دي انا عارفها. يعني انا هديك مثال بسيط، لو انت طلعت المعمل، الانفرتر اللي فوق اللي موجود في المعمل، الانفرتر ده كانت الاكاديمية عندنا متعاقدة عليه، ورحنا شركة في التجمع الخامس، وكان الانفرتر كان معمول عرض هيديهولنا ب 10,000 جنيه. الانفرتر ده انا جبته من العاشر من رمضان، مدينة صناعية، ما انا مش هروح شركة بتبيع 3 4 انفرتر كل سنة او كل شهر، لا، العاشر المصانع على طول، يعني ممكن تلاقي الشركة بتبيع لها 1000 2000 انفرتر كل يوم. جايبه الانفرتر اللي موجود عندك في الأكاديمية كان ب 1200 جنيه، شوف من 10,000 ل 1200. فبقى القصة كلها انت معاك 100,000، لا لازم برضو تدور مين الثقة، هتجيب منين، اسأل على الخلايا، اسأل على العمر بتاعها، ما تروحش تجيب برضو لو في عمر افتراضي. اهم حاجة الكفاءة بتاعت الخلية، كلمة كفاءة يعني حاجة، الكفاءة عالية ماشي ادفع زيادة، لو الكفاءة عالية، الكفاءة عالية هتقلل لك، مش انا بقول لك من 5 ل 7 سنين تسترد الفلوس بتاعتك. كلمة كفاءة يعني الراديشن يترجم الى طاقة، الراديشن الاشعاع اللي نازل يترجم لطاقة. فلو الكفاءة مثلا كانت المتوسط بتاع الكفاءة في مصر 12%، بره وصلنا لحوالي 60%، تخيل لو انت جايب حاجة الكفاءة بتاعتها 60%، يعني بص ال 12% بقول لك في 7 سنين تسترد فلوسك. طب لو 60% هتلاقي في سنة وشوية، لأن ده كله هيترجم لطاقة. فأنت في مجموعة عوامل دي هنبدأ نتكلم عليها. حتى أنا بقول لك لو جبت بال 100,000 جنيه بتاعتك، أو ال 100,000 جنيه ده ممتاز جدا، هتقدر تجيب محطة. بس هي المشكلة، أنت زميلنا اللي بيسأل ساكن في شقة، انت في شقه في عماره، ايوه، هذه مشكله، لان الموضوع ده انا حاولت اعمله هنا يعني كومباوند، فبيبقى الاسطح مش ملكك، ملك الاجهزه. لو انت في 6 اكتوبر او العاشر من رمضان اللي هي المناطق دي، الاسطح ما بتبقاش ملك، فلازم يتعمل اتحاد ملاك ويوافق عليه، ليها قصه كده قانونيه. لو قدرت تعملها، لان ممكن تعمل على السطح، اتحاد الملاك يقول لك انت عملت ليه السطح مش بتاعك، هي لا دي والله بسيط يعني. انما لو بيتك او حاجه بتاعتك انت، اعمل، اشتغل من الصبح، اشتغل بس كمهندس، مش تيجي تشتري مني لو انا ببيع، هتجيلي هقول لك بكذا، لا ما تاخدش السعر مسلم بيه، قول لي المكونات، احنا هندرس المكونات بتاع مع بعض، الخلايا، الانفرتر، ده، تبدأ تسأل على كل واحد على حدة، ده بكام وده بكام، ده مواصفاته ايه، ممكن اجيب مواصفات اقل شوية، مش شرط العالي قوي. فالكلام ده هنشوفه. لو سمحت، هي تنفع تبقى عاديا، لازم تبقى في ارض صحراء؟ ده يفضل انها تبقى كده، يعني لازم تبقى في صحراء لا 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 مش عادية. لا لا، بص ممكن انت تيجي البيت بتاعك، انت راجل عندك دور واحد يمين وشمال مبني ابراج عالية، فمشكلة الحاجات دي أنا عايز راديشن، كلمة راديشن يعني إشعاع، الشادو أو الظل ده بيقلل لك من الكفاءة. يعني كل مكان، المكان بالذات في الريف، أماكن كده واسعة، المباني ما فيش ارتفاعات عالية، هتلاقي نفسك بتاخد الراديشن عالي قوي.
تمام يا دكتور تمام. ودي كلها بص ليها حسابات يعني ينفع عادي اعملها في الفتحة. تمام اه طبعا. وفي سيميوليشن للكلام ده، طب احطه فين، طب احطه على زاويه قد ايه، طب احركه ولا ما اخليه فيه موتور يحركه، في تراكنج ولا ما فيش، الكلام ده كله هنتكلم عليه. هنتكلم باختصار يعني الانفرتر، هقول لك يعني ايه انفرتر، مزاياه، طب تجيب نوعه ايه، الانواع كتيره قوي. يعني مثلا هديك مثال بسيط، واحد عايز بيقول لك كل واحد في انفرتر 1 كيلو وفي انفرتر 10 كيلو، الفرق عارف في السعر يعني. 1 كيلو لو انت هتعمل محطه 1 كيلو ليها، لو كل يبقى كل كيلو ليه انفرتر. طب الانفرتر ده السعر سعره عالي، الانفرتر بكام دلوقتي؟ مثلا في حدود 3000 جنيه اللي هو الواحد كيلو. طب ال 10 كيلو يقول لك 4000 جنيه. طب انت لما تشتري، تشتري 1 كيلو ولا 10 كيلو؟ يبقى تشتري 10 كيلو، لان بص انت دفعت 1000 زياده. اما لو انت هتعمل لكل كيلو انفرتر يبقى بص محتاج كام؟ 3000 3000 3000 30000 جنيه انفرترز لو هتقسم كل واحد كيلو على انفرتر واحد. لا ده انا اجيب انفرتر حتى لو هعمل محطه واحد كيلو، علشان اما اجي اتوسع بعد كده ربنا كرمني في قرشين جم، او محطه جنب ازود خلايا، يبقى الانفرتر اللي معايا يغطي لحد 10 كيلو، ما اقعدش كل شويه اشتري انفرتر. ففي فنيات يعني ممكن لو هتنزل السوق او تسال لازم نبقى حاطينها في الاعتبار. وطبعا بقى لو واحد فيكم قرر انه عايز اعمل قرشين بدل ما اسافر اي دوله بره اوروبيه او خليجيه، طب ما اطلع على الصحراء، وناس كتير عملوا كده، اشوف المزارع واروح هناك، وفي ناس بيدور على الحته دي ومعامل محطه ويبدا يبيع للبيوت اللي حواليه، او يعمل مزرعه خاصه بيه بعد كده. يعني كل ما يجي لك فلوس انت بتبيع بقى براحتك، مش هتبيع بجنيه وشيلنج او جنيه ب10 قروش، انت دلوقتي في الصحراء والوحده وعندك مزارعين غصب عنهم هيشتروا منك، وغصب عنك كل ما بيتعمل محطه كل ما بيكتر الاراضي المستصلحه هناك. وزمايلنا اللي من الصعيد، لو حد هنا معانا من الصعيد يعرف الكلام ده كويس، بني سويف او المنيا، هيلاقي الكلام ده، الكلام اللي انا بقول عليه، معظم المزارعين اللي هناك بيطلع على الصحراء يستصلح، يعني بياخد له مثلا 100 فدان 200 فدان ببلاش، يعتبرهم ببلاش، ويبدا بقى يعمل ايه، يدور على حد علشان يطلع له بير ميه. البير ده بيطلع ازاي؟ مع طاقه شمسيه. فانت لو رحت عملت مزرعه كده جنبهم يبقى تقدر تغذي البير ده، تقدر اعمل لك مزرعه انت كمان وزرع انت كمان، ومع الطاقه الشمسيه دي اقعد شويه بيع للناس اللي هناك، بيعملوا مجتمعات هناك، وفعلا في مجتمعات قائمه بذاتها هناك. اللي راح استثمر في الزراعه هناك اراضي تعتبر ببلاش خصبه، الانتاج وفير، لم الحاجه دي كسب. فمفيش مشكله انه بدل ما الكيلو وات مثلا بجنيه هيشتري منك ب2 جنيه، ما هو كسبان، هو كسبان وانت كسبان. تمام. لكن في ناس اللي هو الايه مش عايز يطلع بره، برضو كتير في شركات في المعادي بدات، بدل ما ينزلوا للبيوت ويعملوا الكلام اللي بنقول التوصيل ويقنعوا الناس في الفيلل والحاجات دي، بدا يدي دورات، لقى ان الدورات بتكسب فلوس فبدا يشتغل فيه. فيعني المجال كويس، يعني لو انتوا كمجموعه 5 6 بدانا نشتغل منها شركه تدريب، ونبدا نوزع على البيوت، ولو في مفيش مشكله لو هننزل في الصحاري، وزميلكم اللي يعرف محمد علي شيكاكه اهو ده اشتغل، وده بسم الله ما شاء الله دلوقتي ما حدش عارف يكلمه وهو لسه طالب. تمام. ولسه موجود معاكم في الاكاديميه، يعني اللي عايز حد عارفه كان في الاتحاد. ما ده عايز شكشكة؟ شايف شكشكة ولا هو ده اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ ده اللي انا بتكلم عليه، وفي واحد تاني مش انا مش فاكر اسمه، ده في الغردقة، بس ده خلاص يعني منخرف في السماء برضه. بس هي المشكلة انا ما تأثرش على الدراسة بتاعتك، يعني محمد اهو بيوازن ما بين الاتنين. بقول لحضرتك منخرف في السماء دلوقتي بجد؟ اهو تعالى شوف، اما كنت بص الكلام البسيط اللي بقوله ده، قال لي طب انا عايز ماتيريال، اتفضل الماتيريال ايه، اقعد اشتغل مع نفسك خليني معاك، وبعد كده بسم الله ما شاء الله. راح اتدرب الاول ودخل في شركه وربنا كرمه دلوقتي. يعني هو بس المشكله اللي معاه ممكن تبقى الفلوس دلوقتي، يعني هو الود وده لو معاه ملايين بحيث يوسع الشغل بتاعه. ومش عايز اقول لك لو انت سالته دلوقتي، لو 100 مهندس معاه مش هيكفوا، ينزل على منطقه ويوزعه. طب ما يشغلنا مع دكتور. طب وليه انت ما تشتغلش، ما تبقاش زيه، ما تبقى احسن منه؟
هو الراجل ما معهوش فلوس، مش هقول لك ان معاه فلوس، هو راح هناك واشتغل، وراح هناك يعني كان بيشتغل، وده اهم حاجه. دي بقى نصيحه ليك، ان وانت دلوقتي طالب لو هتشتغل، مش عايز اقول لك البس العفريته بتاعتك، ما تعرفوش انت طبعا العفريته دي، انزل واتمرمط واتبهدل في السوق، اعمل اي حاجه. انما متى ما بقيت مهندس هتبقى مشكله انك تاخد معلومه صح من واحد فني. فهو محمد بدأها، ودي كان يعني النصيحة اللي أنا نصحتها، اشتغل فني دلوقتي، انزل واتمرمط، اشتغل بإيدك. فعلا قعد تقريبا سنة كاملة شغال بإيده، يركب بإيده يعني، مش يقعد بقى مهندس رجل على رجل وريني وصلت. طب ما هي معروفة التوصيلة، توصل توازي توالي، ما الكلام ده كله بسيط. لا، الفني هيبقى عارف وصل دي توالي توازي، طب ليه؟ وش معنى في الحتة دي؟ طب دي بتأثر على ايه؟ طب علاقتها بالكفاءة ايه؟ طب العلاقات بتاعتها ايه؟ طب ليه انت عملت لي على زاوية 30 ما ينفعش ازود الزاوية شوية؟ طب ما ينفعش اخلي الحاجات دي متحركة؟ هو الفني فانت تدي له امر، اعمل لي كذا، انما ليه؟ فهو محمد عدى المرحلة الفنية، مرحلة الفني. بعد ما يعدي مرحلة الفني كان اهم حاجة قلت له انزل، وانت دلوقتي انزل السوق، ايه انواع الانفرترز اللي موجودة؟ طب الشركة دي اشتغلت على الانفرتر ده اشمعنى؟ طب جابته منين وبكام؟ دي بقى النقطة اللي انا ما اقدرش اديها لك، انا ما اعرفش اديها لك. يعني انا اقول لك هات انفرتر، هتيجي تنزل تقول ده في الالماني وفي كذا وفي كذا، طب الفرق هتلاقيه تقريبا قريبين من بعض. طب اجيب ده، طب بيجي منين؟ بص بقى الحتت، هو ما نزل في الشغل عارف ده بيجي منين، علشان زميلنا اللي بيقول لي معايا 100,000، انا لسه قايل لك 100,000 وممكن محطة 10 كيلو تجيبها ب 75. احنا او انا عن طريق واحد معين كنت عارفه كلفها في حدود مش هكامل 30,000 اللي هي 75. فده بحكم علاقاتك دي هتيجي منين وتيجي ازاي. هي الشركات ايه اللي في العشر رمضان؟ عشان انا اصلا قاعد في العشر رمضان. اقول لك في ولا مش عشان ما يبقاش دعايه، بس عند النادي بتاع المهندسين. تمام. تمام ماشي. لا بص، الشركات كتيره، الانفرترز، اي مكنه. هو الانفرتر بيعمل ايه الاول؟ بيحول، حد عارف الانفرتر بيعمل ايه؟ دي سي، كهرباء بتاعت الدي سي بيحول من دي سي لاي سي، من دي سي الى اي سي، ويطلعها لك بالقيمه اللي انت عايزها. فطبعا معظم المصانع زميلنا اللي في العاشر، النساجون لوحدها، مجموعه النساجون ما يكفيهاش. نقول ايه، لو هو عنده 10,000 مكنه، ممكن خط الانتاج لوحده يبقى فيه كل موتور ليه انفرتر، كل موتور ليه انفرتر، خط الانتاج الواحد ممكن يبقى فيه اكتر من 1000 موتور. انا بتكلم على واحد اللي هو عايش في العاشر، فلازم ال1000 موتور، لو في 1000 انفرتر يبقى فيه 1000 زيهم في المخزن سبير، اللي يعطل بيتركب غيره. تمام. فممكن قطع الغيار طبعا لو اشتغلت ده حاجه بتبقى عاليه، ولو انت اشتغلت في المكونات دي. وكان اللي بدأ في العاشر اللي هو زميلنا اللي هو جه يركب لكم الانفرتر او الشركه اللي في العاشر دي، ده واحد برضو زيكم مهندس اشتغل في المجال اللي هو بتاع الطاقه الشمسيه، وجاب له حته عربيه صغيره كده بالمكونات بتاعه الخلايا الشمسيه، وبدأ يلف على الجامعات يدي دورات. واحده واحده بدأ ياخد محل كده صغير يبدأ يبيع للمصانع، زائد اللي عايز يركب اللي عايز يعمل حاجه، وبدأ يشتغل في المجال ده. وبسم الله ما شاء الله برضو دلوقتي خلاص بقى مستثمر كبير. بص، المهندس يا اما هدور على حاجه تقليديه، هو ايه، انا عايز اشتغل في مكان زينا كده، نضحك علينا، تشتغل في مكان سواء بقى سلك المجال بمرتب معين، لا، او المجال التاني ان انت البيزنس فعلا شغله بيبقى افضل، فلوس اعلى. تمام. طب بعد اذنك يا دكتور، عشان نبقى فنيين، نبدأ بإن احنا مثلا أول خطوة نعمل إيه يعني؟ أول خطوة استعين بمحمد، قول له أنت رحت شركة إيه اللي خدتك؟ خدنا معاك يا محمد، مش عايزين فلوس، يبقى على قد الوجبات بس. ومحمد كان يعني كان السنة اللي فاتت ناس، وقلت له قال أنا مستعد أي حد اللي عايز يجي، والراجل بيرحب، واللي عايز الداتا الداتا موجودة، بيرحب بأي حد، بس تبقى بجد يعني، أصلا هياخدك هتروح بيقعد بره، ممكن تقعد اسبوع بره واسبوعين في الصحراء وترجع تاني، بس هتروح هناك بص شغل انت اللي هتعمله، هتبقى فرحتك لما تلاقي نفسك بتعمل بير وبيطلع ميه في الصحراء. وانا بحب النوع ده، انا بحب الشغل العملي اكتر. بتحب انزل معاه،
انزل مع الراجل مش هيمان محمد مش هيمان بحيث هو يقول لك انا روحت جربت اصلا انا ممكن اديك قائمه شركات انا ما اعرفش مين اللي ممكن يقبلك دلوقتي لا محمد هيقول لك انا روحت الحته دي والحته دي اه فلان هو بيشكر بصراحه في اللي هو معاه بياخد عدد كبير في شركات كتيره بتدرب بس مش كل التدريب انتوا اكيد نزلتوا تدريب في تدريب بيبقى حاجه كده نظري هيشرح لك اي حاجه وما يديكش الفنيات لا اللي محمد راح معاه بينزلهم بنفسهم ركب واشتغل واشتغلوا معاه يعني فانت لما بتيجي تشتغل بايدك ده افضل ده افضل بعد كده تقدر تتابع الفني اللي هيشتغل تحت ايدك انت تمام فنبدا ان شاء الله في الموضوع ده بعد العيد على خير الله دكتور الترم يبقى نظامه لا نظامه ايه بص يا شباب هو نفس ما نتفق بس عليه نفس الميد ترم بتاع السنه اللي فاتت او اللي قبلها هو الشكل او الاسطمبه واحده باشمهندس زياد بالمناسبه يعني انا قلت له لو انتوا معاه هو هيديكوا الشكل العام او الاطار العام بتاع الدكتور هيثم الجزء بتاعي انتوا اخدتوا ثلاث حاجات مساله زي هيجي لك ايه اقول لك حل لي المساله دي ستار او دلتا الباور الكترونكس اللي هي الاربع حالات هاف ويف او فول ويف كنترولد او ان كنترولد الاندكشن يعني بالفرض هو الاندكشن انا بحب اجيبه في الفاينل بس لو جات لك حاجات تبقى حاجه بسيطه نطاق الحاجات اللي انت اشتغلتها هو نفس الشكل انا بكلمك على الجزء بتاعي جزء الدكتور هيثم لو انت ركزت مع الباشمهندس زياد في المراجعه بتاعته هو ليه حتى عامل درايف علشان لو انت عايز تخش على مسائل اكتر انا باعت له هو معاه الامتحانات الميد ترم بتهيألي معظمنا بيديهم انت يا دكتور طيب عشان احنا مع باشمهندسه غاده طيب نصيحه يعني شوف الباشمهندس زياد او شوف زمايلك اللي مع الباشمهندس زياد طب سكاشن مين اللي مع باشمهندس زياد قصدي يا دكتور انا قصدي على الميد ترم نفسه يبقى امتى وهيبقى ازاي لا امتى لسه ما اتفقناش لسه والله ما اتفقنا هو في الجامعه ولا بص المفترض انه في السكشن هيبقى مسؤوليه المعيد يعني اونلاين يا اما هو يعني ممكن امتحاننا اونلاين لا اونلاين ما اعتقدش لسه بص انا كنت اقترحت اونلاين فما توافقش يعني ما اتفقناش انه يبقى اونلاين ولسه ما اتفقناش الشكل هيبقى ازاي فما تسالش دلوقتي ما تستعجلش ماشي يعني بس عشان بس ايه ما يبصدفش مع امتحان تاني مع ذاكر انت عايد وذاكر ده اللي اقدر اقول لك عليه علشان امتحان الفاينل لا انا قصدي عشان ما تصدفش مثلا مع امتحان تاني كده لا, لا 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 ما علشان كده بنقول ايه الطبيعي ان يبقى في ميعاد سكشنك ده الطبيعي هيتاخد ميعاد تاني يبقى بموافقتك انتوا كطلاب او سكشن وافقتوا على ميعاد ان انتوا حرين انتوا احرار مع بعض مع المعيد واحد ما وافقش مش هيتم ماشي تمام ماشي دكتور هو احنا هننزل الجامعه اصلا تاني بعد العيد والله يعني مش عارف بص الاقوال يعني حوارات كتيره قوي والمفترض ان التعليمات جت ان احنا ما ننزلش يعني كمحاضرات خلاص احنا الدكاتره مش هينزلوا بعد ما كنا بننزل ونقللوا اعداد الطلاب بس هي المشكله في الامتحانات في الجزء العملي يعني بيقولوا ايه نقلل قدر الامكان قدر الامكان دي ممكن يبقى يوم واحد ممكن يودوك يوم واحد للعملي هتتم ازاي برضو لسه الخطه نفسها ما اتعملتش بس ازاي ده كله هيتم دكتور يعني ازاي ده كله هيتم اصلا المفروض التعليم كله يخلص يوم 8 أو 7 بكتير 6 ما اعرفش ما انا بقول لك ايه علشان كده كل واحده هتسالني اقول لك ما اعرفش انا هو يا دكتور بعد اذن حضرتك هو حتى العملي ما فيش اللي هو الفيديوهات العملي بتنزل لنا على مود اصلا عشان نتفرج عليها او كده لا 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 ما عشان كده بص انا لسه قايل لك ايه نتكلم على ماده الباور ما لكش دعوه بموديل في درايف اللي مين هنا مع الباشمهندس زياد ممكن يفتح بس المايك ويكلمه باشمهندس زياد انت معايا صح اداك الدرايف ولا اللينك بتاع الدرايف الدرايف موجود معانا بس انا بتكلم في معامل وقصده على المعامل ما فخدناش معامل باور اللي معامل بس الدرايف ده هتلاقي عليه شرح المعامل صح فيديو
والله يا دكتور الله يا دكتور انا فتحتش ما دخلتش ما دخلتش بس سكاشن بس لا هتلاقي عليه سكاشن. طب يا ريت يا دكتور لو يبعت لنا بس لينك الدرايف دكتور ده هم ثلاث معامل بس يا دكتور. ما هو بص المعامل اللي انت اخدتها هو برضو هيشوف الغالبيه خد لو خدته معاملين يبقى هم المعاملين دول بس او اللي هتمتحنوا فيه. فانا بقول لك خليك لينكد حتى اللي مش مع الباشمهندس زياد معلش في جروب اكيد انتوا عاملين جروب الباشمهندس زياد مع زميلنا مهدي صح؟ عامل لكم جروب معلش دخل الباقي معاك يعني ابعت اللينك وخلي الناس كلها تدخل معاك. تمام ماشي انا ممكن ابعت الدرايف ابعت الدرايف هنا لا دخلهم في عشان حاجه دخلهم عشان حاجه انا لو في معلومه مثلا المساله اللي قدامك دي انا هجيبها في الامتحان مثلا تمام او هغير في نقطه معينه هقوم قايل للباشمهندس زياد والله انا هعمل كذا بحيث هو بطريقه ولا بطريقه غير مباشره اشرحها للناس بس يبقى انا ما قلتش حاجه. تمام ماشي حاضر نتكلم اوضح من كده خلاص ماشي هتكلم انا الادمن بتاعنا وخليه يبعت اللينك على الجنرال بتاع الجامعه نفسها خشوا كلكم يا اما في جروب الباور اللي احنا فيه بس الجروب هيبقى صعب انتوا بتتكلموا كتير يعني لو انا عايزين جروب يبقى على قد المحتوى بس اللي بيسال بس يا اما يخشوا معاك يا اما ادخل لكم الباشمهندس زياد في الجروب اللي هو بتاع الواتس اللي هو بتاعكم. الباشمهندس زياد ما بيفتحش واتساب تقريبا. لا لا هو الفتره بس معلش والده كان تقريبا بين الحياه والموت الفتره اللي فاتت دي فهو فعلا ما بيقعدش مش فاضي لان هو اللي بيمرضه فربنا ييسر يعني انا يعني لو الواحد هيحمل عليه هو لو هينزل ممكن درايف وممكن نحدد معاه ميعاد ليكوا كلكم يعني ميعاد يقول لكم ايه النوتس المهم بخيره يعني اللي هو ما قصرش معانا بامانه يعني كمان لنا كام مراجعه بتاعه. طيب لو تعرف حالته في البيت والوضع اللي هو فيه احمد ربنا ان هو فعلا شغال معاكم وهو كمان عايز يعمل لنا مراجعه يعني كمان هو اللي بيقول نعمل لكم مراجعه كمان يعني هي بقى المراجعه دي يا ريت اللينك بتاع المراجعه ضيف زمايلك كلهم يدخلوا معاك اللي مش معاه في السكرين تمام يا ريت لان احنا برضو مع باشمهندس غادة بس انا مش بعيب علشان ما لا يفهم كلامي غلط في انا فاهمة بس احنا برضو محتاجين باشمهندس زياد في حاجات كتير فعلا تمام خلاص ماشي دي بقى بينكم بعض حاولوا بقى زبطوها عايزينه يدخل معاك في جروب يعني انا ممكن اكلمه بس انتوا مع بعض يبقى افضل انتوا لو كلمتوه هو اللي عايز كده والراجل مشكورا يعني اصل هو هيبقى حاجه اونلاين يعني واحد زي الف مش هتفرق معاه بس ماشي انا بكلمه ولا باشمهندس زين ولا باشمهندس دكتور عصام قال نضيف في ناس عايزه تخش معانا في الجروب وكده اقول له بيقول لك عايز الحاجات المهمه يعني تقولها لنا كلنا عشان يبقى مره واحده يعني الدفعه كلها تخش تتفرج على المحاضره يعني وكده خلاص مش تتفرج ماشي تتدارس المحاضره تتدارس ماشي ماشي يعني كل سنه وانتم طيبين طيب السلام عليكم وعليكم السلام